تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه من سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفه نائب رئيس المجلس الاعلى للبيئه نائب رئيس الهيئه العاليه لنادي راشد الفروسيه وسباق الخيل عضو المجلس الاعلى للشباب والرياضه بمناسبه تحقيق مملكه البحرين لاربع ميداليات مع ختام دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024